مناح هتعمل ايه يا حاج؟ ده انا ولد عمك وراجل كبير ومش حمل بدله. دق مسمار كبير في الحيطه لعمك ابو زكري. مسمار؟ مسمار ايه يا حاج؟ حرام عليك، هتعمل بالمسمار ايه؟ دلوك هتعلم. دق. علق عمك ابو زكري من جلابيته لحد ما ارجع واشوف اعمل فيه. يعلق مين؟ استنى يا مناح يا حاج، حرام عليك تصدق مرة كدابة وتكذب ولد عمك. استحملني ده مناح، وطي شوية يا ولدي. طول عمرك واطي، ولما ارجع ابو زكري هدق مسمار تاني. مسمار تاني فين يا حاج؟ جوز دي من زمان. تلاقيه متجوزها من قبل عمتك ما تموت. طب ما يقول كده بدل ما هو داير يقول مرعي ومش مرعي. ها؟ بس ابوك ده عمره ما عمل حاجه في السر. خلاص السن كبر وعارف ان احنا مش هنوافقه، فخاف. خاف من مين؟ مننا. ومن ميت ابوك بيخاف من حد؟ من ساعة ما قلبه حن. زمان أبوك كان يتجوز ويطلق محدش يتكلم معاه، إنما دلوقتي إحنا كبار. لا، متهيألي الموضوع مش كده. أنت بس اللي خايف إنك تتصور إن أبوك خايف مننا. المهم وهنعمل إيه؟ ولا حاجة. نعمله إيه؟ هو اتجوز، هو حر، خليه في شهر العسل، وإحنا خلينا في شغلنا. ايه ضبي؟ وصل المأذون والرجالة، ما حدش يشوفه. ألف مبروك يا حاج. الله يبارك فيك. تفضل يا مولانا. أقول لك إيه؟ لفين الدفتر ده هرجعه لك تاني، هات. يلا يا قارئ أهو. مبروك يا فرحة. حتى على الجرح محسوب. وهنت على حاسدي والجرح شاقق وممدود من قلبي لدمي وعيني، والجرح شاقق وممدود من قلبي لدمي وعيني. يا قلبي يا قلبي. برضو كده يا فرحة؟ ليه يا بنتي؟ وانا هقعد كده اكلم في روحي؟ يا ترى يا بنتي ايه اللي اخرك لدلوك؟ هتكون راحت فين دي؟ لا انا هروح ادور عليه. عملتيها يا بنت زينب؟ ما اسكنت لحد ما اتمكنت. يا مرارك يا مندع. لسه اللي فيك فيك يا محمد، ما تهديتش؟ اتجوزها ميتة وفي السر يا محمد، وفي هم اخته ده توحيد لسه ما ربعنتش. يبقى الدب. عيب عيب يا حماد. لا مش عيب، فلح بس يعجلنا ويعلمنا الادب. ولد الصغير لسه ما اتجوز وهو راح يتجوز عيلة؟ تجيب في سرسوب وتتسرسب زي الحي. من الليلة دي ومحدش له حكم علي، واللي عاوزه هعمله، فاهمين؟ هي دي اللي بعد عياله عنه عشان هي كاملة، وهد المنظر القديمة وبناها من جديد عشانها. عملت تجوة ومهران سلم عشان تطلع له عليها. اللي ما قدرتش تعمل امها زمان عملته هي دلوك. الحي تخلف حوي. 40 توحيد متى يا بنت يا شربات؟ بعد بكره يا مرات عم. وانتوا هتفضلوا كده ناسين توحيد؟ صرخ يا بنت انت وهي على الحاجه توحيد عشان تسلوا العروسه الجديده. يا لا مناح مناح
نعم نعم الحاج. ايه الغارة دي؟ دول حريم سعادتك يعني عيبكوا على المرحومة توحيات. حسبي الله ونعم الوكيل. أرباب الهوى قالوا شاهدنا الله الله وأرباب الهوى قالوا شاهدنا بأن الحب ستار العيون الله الله بأن الحب ستار العيون فهلت منهم الأعناق شوقا الله مبروك يا زينة. تعالي مبروك. انتي قلبه على اختي بنتي. الحاج يا عم الحاج. ايه في ايه يا مناه؟ الحاج يا زينب ام الست فرحه. مالها؟ امي وجعت مع الجماعه وهيسووها على الجبين. امي روح اشوفها. خليك مطرح، انا اللي هروح. ايه ده؟ بعد يا بنت، بعد يا بنت، انتوا قولوا عادي حدا ترجعت تاني. بعدي بعدي والله ما حد هياخدها من تحت ايدي. انشدي يا عشب حبك، انشدي يا عشب يا حي. سبني انا عملت لكم ايه بس؟ حتى انت الجملة حتى انت بس بعد ايدك. انا عملت لكم انشدي يا عشب حبك. انشدي قطعوني يا عشب، قطعوني يا عشب. امشي امشي بعدي. قطعوني يا عشب ضربة، قطعوني يا عشب غوري. اهدي. اه يا ضهري. اه على كتفي. اه امي اسم الله عليك، اسم الله عليك. حقك عليا يا ام فرح.